السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف السادس الابتدائي، طلبتوا مني أن أعمل لكم باراجراف عن سيتر المسرح. تعالوا مع بعض نشوف الباراجراف مع بعض. الباراجراف زي ما أنتم متعودين معانا، الباراجراف جمل بسيطة وسهلة. تعالوا كده بحيث تبقى متناول في كتابة ليكم. طيب عايز ألفت انتباهكم لحاجة، أن في مرحلة الابتدائي كلها لما يطلب منا ان احنا نكتب مكان رحناه او مكان شفنا المكان ده نكتب عنه، ياريت تكتبه بنفس الطريقة دي. ليه؟ لانه بيبقى الموضوع اسهل وابسط والجمل سهلة. يلا بينا تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احنا كتبنا ايه عن سيتر، عن المسرح. استخدمنا زمن الماضي في الاول، استخدمنا قلنا yesterday بالامس، it was إنه كان a sunny day يوم مشمس. I went الماضي من go. I went to the theater ذهبت للمسرح. I went there ذهبت هناك by my father's car بسيارة والدي. I went with my family ذهبت مع أسرتي. الماضي قلنا went الماضي من go. طيب we saw الماضي من see a beautiful play شفنا مسرحية جميلة. We spent قضينا الماضي من spend يقضي. We spent a great time قضينا وقت جميل. ممكن نقول بدل a great نقول a nice time وقت ممتع. We took some photos. Took الماضي من take يأخذ أو أخذنا اللي هي take. We took some photos أخذنا بعض الصور with the actors مع الممثلين. بس كده الباراجراف بتاعنا خلص عن سيتر وكتبنا 7 sentences 7 جمل عنها. تعالوا مع بعض نعد كده الجمل. ادا اول جملة هي كلمة day ادا هو اول جملة. ادا 1 ادا 2 ادا 3 ادا 4 ادا 5 6 7. عايزين نزود ممكن نزود. عايزين نبدأ نتوغل بقى ونقول الستيج بتاعت المسرح عاملة ازاي، هتصعبوها على نفسكم وفي نفس الوقت هتنقصوا درجات لو كتبتوا كلمة حرف فيها غلط. باراجراف مكتوب قدامكم سهل وبسيط وجميل، هترككم معاه لمدة لحظات. دمتم في أمان الله.